الدستورية الأساسية كالقضاء ومجلس النواب، والسلطة التنفيذية تكون هي المتنفذة والوحيدة على الواقع العراقي. وبالتالي نلاحظ حتى اليوم إذا سمعتوا الأخبار الأخيرة قيل أنه 44 إذاعة وقناة تلفزيونية يراد إغلاقها تقريبا، سلمت إلى الشرطة لكي تنفذ هذا القرار، وزارة الداخلية لتنفيذ هذا القرار. وبالتالي هو هجوم جديد بغض النظر عن أي محطة كانت. المهم أنهم يمشون بهذا الطريق، وهذا الطريق خطر حقيقة. وإذا استمعت إلى خطاب إلى تصريحات رئيس الوزراء قال يجعل على الأكواد وعلى الخلاف، يقول أنا أقدر في لحظات أطلعهم من الأرض. هذه لغة تذكرني وتذكر الجميع. وإذا تذكرتم مع شيء آخر، صدام حسين لما إجى للسلطة هو وحزبه قال شيء معروف عندنا جميعا، قال جئنا لنبقى. وين صار؟ نور المالكي قال بالحرف الواحد ولكن بالطريقة الشعبية الأخرى، أخذناها بعد ما نمطيها، أخذناها بعد ما نمطيها. لا فرق بين هذه وتلك إلا تابع مقالاته وتابع اراء بهذا الموضوع وتابع نشاطاتهم، وعندي علاقات مع زملاء اللي وياه بالهيئه، واشوف نشاطات جميله ومتحمسه. الجريمه الكبرى الانسانيه انه قاعد ترتكب بحق الاقليات العراقيه، ايضا مثل ما قلنا وطرقنا للعقول والكفاءات العراقيه. ف بها نسبه عالية جدا من العقول والمثقفين واللي ذو وجهات النظر التقدمية واللي ممكن أن تفيدنا بناء التيار الديمقراطي، فهذولا أيضا هجروا. يعني مندائي إلى ثلاثة أو أربعة، أقصى شيء خمسة آلاف، من 70,000 إلى 5,000، يعني من يقبل؟ والمندائين بالذات بلو خصوصيتهم. يعني إذا نادرا ما تلقى أحد يطبق على الشتاف واحد يكونه كل أحساب، ولكن يطبقون على الشتاف أشد من الفلوس. جيد، إذا كيفية الوصول إلى الناس، ما عاد الجريدة والمجلة أوكي والكتاب قادر على الوصول إلى الناس بالطريقة اللي اعتدناها. الحل الوحيد والأمثل هو وجود صناعية، مؤسسات إنتاجية، مؤسسات فلسطينية. بنفس الوقت أيضا الشرط الناس والمردود إنها ممكن تستفيد لدعم هذه الأحساب، لدعم هاي الحركات. هل إحنا يعني ممكن حتى كمشروع رأسمالي كبير ممكن أن نتحرك كشراكة كشركة مساهمة؟ أسهم تطلع أسهم بسوق التسلة، الناس تشتري أسهم على جمهور كبير وهو بحث دي يقولوا. ولكن الانتهاكات يعني انتهاكات الحريات العامة خصوصا بالعراق اللي يصير هي أساسها بحرية، معناها بأنه هذا العراق انقرر بأنه هو هذا اللي يختلف. وعلى هذا الأساس فإن البرلمان الآن العراقي هو أفضل برلمان موجود في تاريخ العراق منذ أكثر من 1000 سنة.